عايز تقول حاجه؟ ده انا عايز اقول ان اللي جمال قايله ده هو اول حاجه انا كانت من ملاحظاتي عن المباراه. بس حاجه ازود يعني نغوص ان ده حاجه موجوده يمكن حتى اللومي على اسوريو ان ده تعال نشوف الاول الشكل بشكل عام اللي الزمالك اختاره النهارده الشكل اللي الزمالك اختاره. الزمالك غير حتى طريقه اللي كان بيلعب ب 3 2 لا الزمالك لعب 4 1 4 1 يعني نشوف الشكل الاول اللي الفريق لعبه ده شكل الزمالك في الشوط الاول بدايه اللقاء. اختار حاتم سكر كظهير ايسر كامل، المسلوسي كظهير ايمن كامل، واختار فتوح لوحده وحط بقى سيد عبد الله ومع حاتم سكر مع زيزو وشيكابالا مع انضاي تحت سيف الجزيري. يعني هي كانت 4 1 4 1 بريسك كبير جدا. طيب نيجي بقى اللي كان المفروض ليه اسوريو ما تعاملش مع المباراه جيدا. نص فرقه قدام ونص فرقه بالظبط. لا ده انا عايز اقول لك حاجه كريم، انت قبل اللقاء تعال نشوف الارقام العامه. كان زميلي محمود عبد الرحمن المحلل بتاع فريق الاسماعيلي كان منزل بوست كان بيشيد بالجهد اللي عمله في الاسماعيلي، بس انا لفت نظري حاجه اللي هو هات اللي بعده يا جماعه. هات اللي بعده عشان نشرح عليها. اللي هي الصوره دي اللي للفرق في الدوري المصري بشكل عام، احصائيه الفرق للدوري المصري بشكل عام اللي هو عدد الباصات اللي الفريق بيسمح ان المنافس يعملها قبل ما يقطع الكوره. بمعنى تاني الاهلي بيقعد قد ايه بيسيبك قد ايه تنقل الكوره وبعدين ياخد منك الكوره. الاهلي اكتر فريق في الدوري المصري مميز في النقطه دي، يعني المتوسط ان الفرق بتعمل على الاهلي 8 نقلات وبعد الاهلي ياخد الكوره. طيب الاسماعيلي موجود هنا لان الاسماعيلي من الفرق اللي بتضغط. طب الزمالك المفروض يعني احد فرق المقدمه، لو مش تاني لو مش تالت الزمالك موجود 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. على فكره مفيش مشكله ان انت كفريق ما يكونش عندك الاسلوب ان انت تضغط وتاخد الكوره، عادي ممكن عادي. بيراميدز مش من الفرق اللي بتضغط عالي وبتاخد الكوره، ولكن عندهم بقى استراتيجيه تانية في الدفاع. طب انت يا اسوريو في بدايه اللقاء واضح ان فريقك ما عندوش قدره ان هو ياخد الكره سريعا من الخصم، اخترت استراتيجيه لعب بتعتمد ان انا في اربع خمس لاعبين في الخط الامامي هيقوموا بضغط. طب ده بناء عليه تعال بقى نشوف الحالات الاهلي كان بيقعد ينقل الكره ازاي بدون ما قدره الزمالك ان هي ياخد الكوره. طيب خالص. ببسيط جدا كان المفروض بقى الزمالك في الحاله دي يلجا للميديم بلوك ويقابل من ورا، انا ما بقدرش اقطع الكره قدام. تعال نشوف بقى الموضوع عامل ازاي. بص هنا في 3 4 لعيبه من الزمالك، لعيب الاهلي وقع هي دي الكماله. بص هنا الزمالك هياخد الكوره هينقلها كام نقله يا كريم؟ 1 2 لعيب الاهلي غالبا بيسترجع الكوره نقله 2. بص بقى الكوره هتقعد كام نقله في الاهلي من اول الاسترجاع. انا بقول لك ان الزمالك اصلا رجع الكوره الاولى دي رجعها عن طريق ان حسين الشحات اتزحلق. يعني الزمالك كان بيستنى الاكشن الاهلي يتطلع الكوره اوت لعيب يقع في التسلل. بص بقى يعني ممكن حتى الكاميرا تسرع لان اللقطه هتطول في رجل لعيبه الاهلي بشكل يعني مستفز جدا للعيبه الزمالك. بس في هنا في 3 4 لعيبه بيخرجوا من وبحس ان في استسلام كمان في الضغط. يعني ما حدش هو انت كفريق من اول الموسم ما بتقدرش تضغط وتقدر تسترجع الكوره خلاص. تلاقي بقى استراتيجيه ان انت ترجع يعني شيكابالا قاعد يشاور ويمسك زمايله. طب انت اخترت شيكابالا اللقاء ده بناء على ايه وانت عارف ان قدرته في استرجاع الكرات قليل جدا؟ الكره دي هتقعد احنا ممكن كان يعني ممكن الاهلي يقعد للصبح ينقل الكره. هي انت ما بتنقل بس في الثلث الاخير زي ما بقول لك تنتهي بقى هنا هجمات الاهلي كانت بتنتهي هنا تطلع اوت تطلع كذا وفي لقطه زيها. يعني في لقطه تانية بص هنا لما الزمالك هياخد الكره والكره يعني كانت بتقعد الاهلي هو اللي انهى هجماته طواعيده سواء بقى في الجول او خارج الجول. يعني احنا لو قعدنا للصبح نعرض لقطات بس انا هكتفي باللقطه دي عشان لقطات طويله. اللقطه ممكن بتقعد معانا كريم اكتر من دقيقه. ان الاهلي قاعد ينقل الكره لغايه بقى ما اللعيب يقع في تسلل. يعني الكره اللي قفشه يلعبها دي الكره دي الكره اللي قفشه انهاها وهي كانت تسلل بسيط. الكره دي ممكن تقعد دقيقه معانا كده قاعده تتنقل من اليمين للشمال ويطلع على علي معلول ويرجع تاني وترجع النص ومفيش اي مشاركه للزمالك. حتى لما بتطلع الباص مش دقيق او ان الكره بتطول شويه الاهلي الاهلي بيستعيدها. ما هي ده في ارقام بقى هتوضح. يعني الكره دي وصلت لغايه لما قفشه اهدرها كان الزمالك مستسلم جدا. طيب انت الاستراتيجيه دي لو انت فريق بتقدر توصل للكوره وتقطع الكوره من خصمك انا ممكن اقبل ان انت تلعب بثلاثه واربعه فوق الكوره ويحاولوا يقطعوا الكوره من فوق، ولكن انت فريق من بدايه الدوري متواجد في المركز التاسع مثلا بقطع الكرات من الخصم خلاص تلجا لاستراتيجيه مناسبه لقدراتك طبعا. اللي هي تقفل نفسك وتستنى بالظبط تشتغل على كاونتر. طيب